كابتن، خلينا نبدأ كده من بداية انضمامك للنادي الأهلي، وجات ازاي، اتبلغت ازاي بالخبر؟ في ال واحنا صغيرين كان عندنا حاجة اسمها منتخب مدارس، فكنت بلعب، انا سني كان اصغر من اللي انا بلعب معاهم، فالمشرف العام كان عليا في المنتخب المدارس ده، انا عجبته يعني، فقال لي انت بتلعب فين؟ قلت له ما بلعبش في حته. قال لي تحب تروح فين؟ قلت له احب اروح اي حته يعني، انت شايف ايه؟ قال لي تروح النادي الاهلي. قلت له يا ريت يعني، او خدني للكابتن عوضين الله يرحمه. مرنت تمرينه واحده وقال لي تيجي بكره، مرنت تاني تمرينه، راح موديني عند عمه جمعه الله يرحمه، موديني استمارات كده، وكانت البدايه يعني. بعد كده ابتديت اشترك مع الاهلي تحت 16 سنه، وخدت البطوله مع كابتن عوضين سنتها، وكان ليا تحت 16 سنه كمان سنه، بس ابتدى كابتن عوضين راح هو مسك 18 سنه، وكابتن سايس جه مسك 16، بقيت العب 16 والعب 18. في نص السيزون ده ابتدت الدنيا، مستر كوتي بقى، وكابتن فؤاد شعبان، وكابتن عزت ابو الروس، وكان كابتن جوهري ماسك ال 21 سنه، فابتدوا يتكلموا عني ان انا خامه طيبه وحاجات كده، وابتديت اروح منتخب ناشئين مع كابتن فتحي نصير ومستر بابي الالماني، ودايما بلعب مع ناس اكبر مني سنا يعني، بلحق يعني، هم اكبر مني بسنتين يعني. ف اتوفقت في الفتره دي لغايه لما تأيدت في افريقيا انا وجمال عبد الحميد ومجدي عبد الغني من غير ما نعرف يعني، خدوا ثلاث لعيبه من الناشئين وحطوهم في افريقيا، وكانت ليا الفرصه بقى ان انا العب مع الدرجه الاولى، يجربوني يعني مع الفريق الاول، مع مش الفريق الاول ده، فريق لا يكرر يعني. من اول احمد عبد الباقي طبعا، كابتن حسن حمدي، كابتن مصطفى يونس، كابتن فتحي مبروك، جمال همام بعد كده، ومحمود صالح في المكان ده، كرامي، ثابت، احمد ناجي، عادل عبد المنعم، شوبير، ناس كتير بقى ابتدت يعني تتواصل بعد نجاح انا في الدخول. كان في محسن صالح، طاهر الشيخ، صفا عبد الحليم الله يرحمه، مختار مختار، جمال عبد الحميد طلع مع بعديه يعني، بعد ما انا توفقت يعني، جربوا جمال وبقى كويس جدا، وكان في كابتن مصطفى عبده طبعا، وكابتن خطيب، وكابتن زيزو، كان في جمال عبد العظيم، كان في كابتن رجب عبد المنعم، كانوا فرقه. عشان انت تبقي محظوظه انك انت تبقي موجوده في وسطهم، كان يبقى في توفيق كبير قوي من عند ربنا يعني. أكيد. فجبت جول في اول مباراه لعبتها في تايم كده، فرحت جايب في جول، وابتدت بقى الاحتضان ليا من الملعب من كابتن مصطفى عبده وكابتن خطيب، وازاي يطمنوني، وازاي اخش واندمج في الشكل الكبير ده وانا لسه عندي بتاع 17 سنه ونص حاجه زي كده يعني. فاكر مواقف بعينها مع كابتن خطيب في الوقت ده؟ هو اول واحد نزل بيا الملعب قال لي انا عارف انت لعيب كويس وما تخافش، و الدنيا معانا، التزم بس واسمع الكلام كويس، وقريت الفاتحه معاهم ونزلت يعني. ده كان اول لقاء. بعد كده طبعا انا كنت من عشاق كابتن مصطفى عبده الحقيقه يعني، لان هو من اسرع الناس اللي كان بتشد الفرقه كلها، وكان بيعمل عرضيات، وانا كنت بحب اطير كده اجيب اجوال، فكنت هو بيتميز بالعرضيه اللي ما حدش يشوفها غير اللي جاي من الخلف يعني، فانا بروح طاير وعامل احلى جوالي عن طريقه. ولما ببقى جاي من ناحيه الشمال بقى وبعدي من واحد واثنين، ما عيني دايما تبقى على كابتن خطيب، فمش ما فيش احسن من الاثنين دول، انك انت تبقي موجوده في وسطهم فراوده النادي الاهلي يعني. اكيد طبعا. ودول اللي ساعدوني ان مصر كلها تتفرج عليا، او يودوني منتخب مصر، او ابقى في احسن حته في مصر يعني بلعب كوره يعني. أكيد.